أحب أن أذكر نفسي وإياكم إلى أهمية الفهم العام لمعنى الذكر، فإن الصلاة ذكر، والعلم ذكر، والصوم ذكر، وأداء الزكاة ذكر، وقراءة القرآن ذكر، ومجالس العلم ذكر، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر. أما ما يفهمه بعض الناس أنك إذا قلت الذكر لا يفهم منه إلا المعنى الخاص وهو التسبيح والتهليل والتحميد، فهذا قصور في الفهم.